السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هنعمل مع بعضينا تربة بطريقة مختلفة خالص. طبعا احنا محتاجين ايه من التربة؟ احنا محتاجين تربة تكون خفيفة جيدة التصريف، مليئة بالعناصر. زي ما انتم شايفين الرملة اللي معانا طبعا تربة خفيفة وجيدة التصريف، ولكن ما فيهاش اي قيمة غذائية خالص بالنسبة للنبات. وبرضو لو بصينا على التربة الطينية هنلاقيها ان هي تربة قوية عناصر غذائية، ولكن هي تربة ثقيلة صعبة في الإنبات بالنسبة لبعض النباتات. طيب تمام كده الكلام كويس إن شاء الله. كده احنا عندنا معادلة عايزين نحاول إن احنا نجمع لها مجموعة من الحلول. عايزين تربة تكون خفيفة، تكون جيدة تصريف، وتكون مليئة بالعناصر الغذائية بالنسبة للنبات. هنعمل المعادلة دي إزاي؟ هنعملها إزاي؟ طيب تمام، خلينا مع بعضنا كده نمشي واحدة واحدة. طبعا أول حاجة، أنا لو متوفر عندي رملة بس اللي هي رملة، انا افترض ان هي رملة المباني، فماشي ما فيش مشكلة فيها، برضو هنعرف نعمل معاها تركيبة ان شاء الله هتخليها ان هي تبقى مليئة بالعناصر الغذائية. وحتى لو انا عندي تربة طينية برضو هنضيف عليها التركيبة اللي احنا هنعملها النهاردة، وهتبقى برضو تربة غنية بالعناصر، وهتبقى تربة خفيفة ونعرف نستخدمها ونتعامل معاها. طبعا احنا جبنا قشر الموز زي ما انتم شايفين وسبناه في الشمس. طبعا هو ما بياخدش وقت طويل على ما بينشف، يعني هياخد بالكتير خالص يومين او 3 ايام. طبعا احنا هنعتمد من دلوقتي ان احنا اي قشر موز عندنا مش هنرميه، هنحتفظ بيه في البيت. طبعا هنستخدمه زي ما انتم شفتوا في الفيديو اللي قبل اللي فات، ان احنا عملنا منه اسمدة طبعا كانت سائل وكان سماد بودرة. فطبعا احنا في كلتا الحالات هنستخدمه، لو هنعمل منه تربة هنستخدمه، لو هنعمل منه اسمدة هنستخدمه. فيا ريت ما حدش يرميه ونخليه معانا طبعا، لان هو طبعا رخيص الثمن، وان احنا نحاول نستفاد من المخلفات اللي عندنا في البيت. زي ما انتم شفتوا طبعا احنا بعد ما نشفناه، طبعا انا ضربته هنا في الخلاط زي ما انتم شايفين، عبارة عن الياف. الياف طبعا مليئة بالعناصر الغذائية ومليئة بالمغنيسيوم والبوتاسيوم ومليئة بالبروتينات. وعلى فكرة في ناس كتير بتغلي قشر الموز وبتستخدمه في الشرب زي الشاي كده بالظبط، وهو بيستخدم كمهدئ للأعصاب لأنه طبعا مليء بالعناصر ومليء بالمغنيسيوم والبوتاسيوم زي ما احنا اتكلمنا. واحنا طبعا لما نستخدمه زي ما انتم شايفين في التربة هيعمل على القضاء على الحشرات الضارة، وهيعمل على جذب الحشرات النافعة في التربة، فهيكون مفيد بإذن الله. طبعا دي كلها أفكار جديدة مفيش أي حد فكر فيها خالص، إن شاء الله هنقدر نوصل ليه معلومات تكون قيمة بإذن الله. زي ما انتم شفتوا كده في المشهد اللي فات اللي هو قشر الموز تحول لبودرة او زي الدقيق كده بالظبط. فطبعا انت ممكن تزرع فيه زي ما هو كده، بس طبعا ده هيحتاج منك كمية كبيرة من قشر الموز، عشان كده ان احنا هنضيفه مع بعض التربة علشان خاطر نستفيد منه. وزي ما انتم شايفين كده قدامكم على طول، انا حبيت اعمل اختبار بس بسيط، وانا جبت هنا عقل الليمون زي ما انتم شايفين. طبعا حطيت اول عقلة في التربة اللي احنا عاملينها بقشر الموز، هاخد العقل التانية طبعا هحطها في تربة عادية خالص من التربة اللي احنا بنستخدمها، ونشوف النتيجة كده بعد 20 يوم او 25 يوم هيحصل ايه. واحنا طبعا اخترنا عقل الليمون طبعا عشان عقل صعبة شوية في الانبات وبتحتاج ان هي تاخد وقت اطول. وهنا طبعا بعد مرور 25 يوم، دي طبعا التربة العادية خالص اللي احنا بنستخدمها اللي احنا بنزرع فيه. زي ما انتم شايفين طبعا العقلة حصل لها من فوق ان هي طبعا حصل لها تعفن من اعلى القمة طبعا، وهي نشفت خلاص زي ما انتم شايفين شكل العفن اللي حصل فيه. وحتى طبعا هي خلاص كده مش هتصلح تاني، يعني هي خلاص كده بالكتير يعني اسبوع تاني وهتلاقيها خلاص نشفت نهائي. دي بالنسبة للتربة العادية اللي احنا بنستخدمها، وده طبعا يثبت ان التربة لها عامل اساسي في نجاح او فشل اي عقلة او اي بذور. دي طبعا التربة اللي احنا عملناها مخصوص بقشر الموز، فطبعا هي بدأت طبعا ظهرت هنا البراعم صغيرة خالص، وزي ما انتم شايفين حتى القمة هنا برضو ما فيهاش يعني ما حصلش فيها تعفن، والعود لسه في لون اخضر. ولو بصينا هنا طبعا هنلاقي طبعا هي ما فيش جذور طبعا، لان الجذور لسه طبعا هتاخد وقت اطول من كده طبعا، مش بس هي طبعا ظهور البراعم ده دليل على السنين. فطبعا المفروض ان انا عشان تطلع الجذور المفروض كنت اقص البرعم طبعا، عشان خاطر البرعم بيمتص العصارة من العود او من الغصن، فطبعا ده بيأثر على الجذور. وانا هنا اقول معلومة للناس المبتدئين، طبعا لما بتزرع اي عقلة زي كده فطبعا بتلاقي فيها ظهرت النموات، فطبعا بتفرح تفتكر ان هي نجحت، لا طبعا هي لسه ما نجحتش. هي طبعا النموات اللي ظهرت طبعا امتصت العصارة اللي موجودة في العقلة، فطبعا دي طبعا بتأثر على النمو. فطبعا المفروض ان احنا نقص النموات اللي بتطلع علشان طبعا تدي فرصة للجذور ان هي تكبر، لان احنا مش عايزين نموات، احنا عايزين نمو جذور فقط لا غير.
وزي ما انتوا شايفين كده احنا هنبدأ ان شاء الله نعمل الخلطة بتاعتنا. هنحط 70% من قشر الموز المطحون لانه طبعا غني بالفيتامينات فهيعمل استفادة اكبر، وهنضيف عليه 30% من الرملة. طبعا الرملة ما فيهاش اي عناصر غذائية خالص بالنسبة للنبات، فاحنا هنعمل التركيبة دي بحيث ان احنا نعوض العناصر الصغرى العناصر الكبرى اللي احنا هناخدها في قشر الموز، ونستفيد طبعا من الرملة على اساس ان هي جيدة التصريف وجيدة التهوية وخفيفة، طبعا هتساعد على النمو البذور ونمو العقل بسرعة. فيبقى احنا كده عملنا تربة مثالية بأقل الإمكانيات وبأقل حاجة موجودة عندنا إن شاء الله. زي ما انتوا شايفين شكلها عامل ازاي في منتهى الروعة، يعني ننصح الناس كلها إن هي تجربها، يعني إن شاء الله هتفيد ناس كتير بإذن الله. طبعا احنا مش هنتكلم عن البطمس والغلو والأسعار والكلام ده كله، احنا هنعمل حاجة بسيطة في البيت نستفيد منها وتقدم معانا نفس الغرض إن شاء الله. زي ما انتوا شايفين يعني حتى لما بتحط لها المية، يعني المية ما بتقعدش على طول، بتشرب المية في ثواني. طبعا ده باين ظهر قدام حضراتكم اهو، يدل على اساس ان هي طبعا جيدة التصريف وسهلة بسرعة. وبكده انت لو معاك اي نوع رملة تحط 30% منها وتحط 70% من قشر الموز المطحون، هيغنيك عن حتى على اسمدة، مش هتحط اسمدة طبعا. الخلطة التانية معانا طبعا لو انت عندك تربة طينية وعايز تخفها شوية بحيث انها تبقى خفيفة شوية وجيدة الصرف، هناخد 50% من التربة الطينية زي ما انتوا شايفين، طبعا دي التربة السوداء اللي هي الثقيلة، وهنحط عليها 50% من قشر الموز عشان تبقى خفيفة وتبقى جيدة التصريف بسرعة. زي ما انتوا شايفين طبعا دي الألياف بتاعت قشر الموز، وانت لو حابب تضيف لها نسبة رملة عادي مفيش مشكلة فيها خالص، بالعكس هتبقى تربة يعني مثالية. بس انا بتكلم لو انت ما عندكش رملة فانت ممكن تتعامل بيها على كده. انا بحاول اجمع لك كل الحلول المتاحة بحيث انك انت ما عندكش رملة عندك تربة طينية، المتاح عندك ان شاء الله هنستخدمه بإذن الله تعالى. انا كده بالنسبة لموضوع التربة انا خلصت، بس انا كده هعمل اختبار بسيط للتربة اللي احنا عملناها. لو انت عايز تتابع معايا تفضل، لو انت مش عايز تتابع معايا دي حاجه ترجع لك. دي بذور النعناع طبعا كانت اصعب بذور ممكن تزرعها، طبعا زي ما انتوا شايفين يعني هي بالعافيه ممكن تشوفها بالعين مجرده. زي ما انتوا شايفين طبعا انا حطيتها فوق التربه وحطيت عليها طبقه خفيفه جدا من التربه. وانت لو زرع عندك نعناع وعايز تحصل منه على البذور، هتيجي في خلال شهر 6 وشهر 7 تمنع عنه الري، يعني هترويه بمعدل بسيط جدا جدا لحد لما يطلع نموات زهريه، وهتاخد النموات الزهريه دي تطلع منها البذور بس. خلاص كده الموضوع بسيط، وتحتفظ بالبذور عندك ممكن تزرعها في اي وقت في خلال السنة ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين كده انا خلاص زرعت البذور النعناع، هحتفظ بيها في مكان ظل بعيد عن اشعة الشمس نهائي، ومش هشيل من عليها الازازة دي خالص. وزي ما انتم شايفين ان بعد مرور 12 يوم، طبعا انا كنت حاطط عندي في الغرفة علشان كده هي ما شافتش الاضاءة خالص، هي حصل لها عملية سروالة بس، السروالة طبعا العود كبر بس عشان خاطر ما فيش ضوء. بس طبعا هي زي ما انتم شايفين يعني بطيئة جدا وصعبة جدا في الانبات. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، وفي نهاية الفيديو ان شاء الله ما تنسوش اللايك والاشتراك، ولو عندك اي استفسار او اي سؤال سيبولي في التعليقات وان شاء الله هرد عليك. اشوفكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.